السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم: How have you been? How have you been? دونك يعني الطريقة ديال النطق ديالها How have you غنبدلوها بيا أتولي تسمع How have you been. دونك بالنسبة been يعني تختلفوا الاختلاف بين American English و British هو أنه American English يقراوها been been how have you been how have you been how have you been وبالنسبة للبريتيش تقراوها been been دونك امريكا ديك been بحال يعني ديك been ديال بي او ان ديال يعني لو بتي بوا اوكي بحال ديال been بحال هكا دونك امريكا قالوا ما نقراوهاش been بحال بتي بوا نقراوها been إلا قلنا هاو هاو يا بين بحال البريتيش يعني تيجعلوها بحال بتي بوا يعني بين بلونجلي هي البتي بوا يعني داك الجلبانه دونك اش قالوا خاصنا نقراوها هاو هاو يا بين دونك هادي يعني الاختلاف في النطق اش تعني هاو هاو يا بين يعني شي واحد يعني ماشي اول مره شفتيه قلنا شي واحد مره اول مره شفتيه تيقول لك هاو ار يو ولا هاو دو يو دا ولا تيقول لك هاو يو دوين هاو يو دوين ولكن الى مثلا صديق ولا شي واحد في العمل ما شافكش اسابيع ولا شهور ولا هذا تيقول لك ولا اسبوع تيقول لك هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين زعما فين هاد الغبور فين هذا هو التفسير ديالو دونك بالنسبه للفوكابولاري اختارينا دو زيكسبريسيون يعني واحد فورمال يعني تتقال في شركات ومع رجال الاعمال وهذا بيزنس واحد يعني تتكون مع صديق يعني هذا انفورمال تتقول له واتساب ولا واتساب ولا واتساب بحال واتساب 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 بحال تتعني واتس هابينين زعما اشنو الجديد اش وقع لك في هاد لا سيمين اش وقع لك في هاد الشهر اش وقع لك في هاد هذا هي هذا هو المعنى ديال واتساب نفس المعنى ديالو في الفورمال هاو هاف يو بين دونك هنا فورمال وهنا انفورمال هادي مع الاصدقاء وهادي يعني في العمل انسر باش غنجاوب الى سوني شي واحد هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين ولا واتساب نقولو مثلا I've been okay okay هنا ما تتعنيش بأنه يعني شي حاجة لهذا تيقول لك احنا معدين يا okay I am okay I've been okay يعني عادي يعني الحمد لله مثلا يعني الأمور عادية I've been okay okay يعني شي واحد هنا يمني تيقول لك كيف دا السفر ولا هذا تتقول له اتس اوكي اتس اوكي يا زعما دايز ماشي شي حاجه فيري ويل غير باش نفهموا يعني الاختلاف دونك اف بين اوكي احنا معدين هذا هو المعنى ديالها اوكي ولا الى بغيتي تبين له يعني بانك انت مشغول تتقول له ايف بين بيزي ايف بين بيزي هاد ايف بين جايه من اي have been دونك هذا راه present perfect يعني هذه هي لا فورم ديالو subject plus have plus past participle ديال to be ديال to be اوكي يعني وقتاش نستعملوه تنستعملوه في شي حاجه دون لو باسي وباقى صالحه لحد الان يعني تتقولو I've been busy راه كنت مشغول وباقي مشغول I've been okay راه كنا معدين ومازال معدين اوكي السؤال الثالث بحال ديما هي same as always always هي دائما I always do something تندير شي حاجه ديما دونك same بحال exactement as هادي تتقرا as يعني هنا جات بحال كوم same as always same as always same as always same as always عندي لينكين هنا وغنديرو هنا غندير same 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 as always same as always same as always اوكي okay?
same as always, same as always, same as always, same as always. Okay, هذه بحال زد. Same, هنا same, لينكد مع A, وهنا زد مع A. Same as always, same as always. Okay, مثال. Donc, فين مش واحد سوني, what's up, how have you been? أقوله, I've been okay. ولا غادي نقول له okay. ولا غنقول له I've been busy. ولا غادي نقول له same as always. ثلاث أجوبة مختصرين يعني باش نجاوبوا على السؤال. اوكي اما مشغول اما حنا معدين اما بحال ديما. اوكي هنا مثال يوسف قال علي هي علي. دونك الا كان انفورمال تنقول اما هي اما هاي بحال بحال. وإذا كان فورمال هاد هاي وهي تتولي هيلو. اوكي هيلو الا كنت فورمال غادي ندير هيلو. كنت انفورمال مع الاصدقاء ديالي هاي هي بحال بحال. هي علي هاو هاف يو بين. دونك هنا فورمال تنقول هاو هاف يو بين مع رجال الاعمال مع يعني مع شي واحد ديال العمل هذا هاو هاف يو بين. الا كنت مع الاصدقاء ديالي واتساب وزاب يعني اللي بغيتي نستعملوا هذا في انفورمال ولا هذا. دونك هذا يمكن ليا هاو هاف يو بين نستعملو مع الاصدقاء ديالو نستعملو مع هذا عادي. دونك الجواب ويل I've been okay. دونك نختار جواب من هاد ثلاثه الاجوبه ويل I've been okay ويل I've been busy ويل same as always same as always same as always. دونك I've been okay I've been busy same as always same as always I've been okay I've been busy same as always. دونك هادو هما الاجوبه الى شي واحد سولنا how have you been. اوكي ما شفناش هادي اسبوع شهر هذا طرحنا السؤال عندي جواب اما I've been okay busy same as always. دونك هذا اول هدف ديال الدرس الى ان نلتقي في سؤال اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.